صباح الخير يا شباب. أرجو يكون كلكم سامعيني وشايفين الشاشة. صباح الخير. صباح الخير، صوت فعلا شغال. أرجو يكون الصوت والشاشة واضحين. الصوت شغال والصورة واضحة. تمام. دلوقتي النهاردة هنحاول إن إحنا نعمل solving problems على موضوع الهيدروليك جامب، وزي ما اتفقنا إمبارح إن كان في عندنا مجموعة من المعادلات اللي هي بتتعلق بحسابات الهيدروليك جامب. المعادلات دي كلها بتنطلق من معادلة المومنتم ايكويشن، وحطيناها في صورة جنرال فورم P1 plus M1 equal P2 plus M2، حيث P اللي هي الهيدروستاتيك فورس وM اللي هي المومنتم ايكويشن او المومنتم فاليو. لقينا ان احنا ممكن يبقى في عندنا معادلات مبسطه في حاله الريكتانجل سيكشن، ومن هذه المعادلات معادله السمول كيو اللي هي اليونت ديسيت شارج از ا فانكشن اوف y1 و y2، معادله السمول كيو المبينه في البرواز دي بس في حاله الريكتانجل سيكشن، معادله الواي 1 والواي 2 از ا فانكشن اوف راود نمبر، كمان المعادله دي مهمه اللي هي فيها واي 2 بتكون هي الانون وواي 1 بتكون هي الجيفن، واذا كانت الواي جيفن واي 1 نقدر نحسب راود نمبر 1 ونقدر نعمل استيميشن للواي 2. اذا كان العكس ممكن يكون واي 2 هي اللي جيفن، وساعتها نقدر نحسب راود نمبر 2، وممكن بعد كده نعمل كالكوليشن للواي 1. كل دي ثلاث معادلات دول هما خاصين بالريكتانجل سيكشن. ما عنديش ريكتانجل سيكشن يبقى لازم ارجع للمعادله الاساسيه كبير. ازاي احسب الهيد لوس خلال الجامب؟ الهيد لوس خلال الجامب ممكن احسبه من المعادله بتاعه فرق الانرجي. بجيب الانرجي عند 1 ماينس الانرجي عند 2. اذا كان ريكتانجل سيكشن كمان في عندي هنا معادله مبسطه اقدر استخدمها في حاله الريكتانجل سيكشن. دي تقريبا المعادلات اللي هي متاحه في الهيدروليك جامب. هنبدا نشوف سولفد بروبلم
السولفد بروبلم اللي هو موجود معانا دلوقتي في الليكتشر نوت الحضرات اللي انا بعتها لكم. بيقول ان هوريزونتال ريكتانجل شانل اوف بيد ويد 30 متر، البيد ويد هنا 30 متر، ذا انرجي لاين از ات ان اليفيجن اوف 140، يعني التوتال انرجي الفاليو بتاعته 140. While the elevation of the bed level is 130. البيد ليفل 130 والتوتال انرجي 140. Calculate the two possible depths in case the discharge is 450 meter cube per second. ادي رابع حاجه given. انه الباسنج ديسشارج 450 متر مكعب في السلك. وطبعا لازم نبقى فاهمين انه هل الباسنج ديسشارج ده هو التوتال ديسشارج ولا هو اليونت ديسشارج. ده التوتال ديسشارج. اليونت ديسشارج بيبقى دايما يقول لك متر كيوب بير سكند بير متر ران. بير متر ران. اذا قال ان الديسشارج متر كيوب بير سكند بير متر ران يبقى ده اليونت ديسشارج. بينما التوتال ديسشارج كابيتال كيو بيبقى متر كيوب بير سكند فقط. If a hydraulic jump occur in this channel, find the water depth and the elevation of energy line just after the jump. بيقول لو حصل hydraulic jump عايزين نعمل استيميشن للووتر ديبث والاليفيشن بتاع الانرجي في نهايه الهيدروليك جام. فاحنا هنا عندنا واحد جيفن اللي هو البيد ويدث، وعندنا الانرجي 140، وعندنا البيد ليفل 130، وعندنا الباسنج ديسشارج 450. هنبدا نحل المساله. طبعا هو هنا هو لما بيقول ان الانرجي 140، الانرجي دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الواي بلس في سكوير اوفر 2 جي، والاثنين دول الواي بلس في سكوير اوفر 2 جي ده عباره عن الانرجي ماينس البيد ليفل. يعني هو هنا خد الاي اللي هي فرق التوتال انرجي ماينس البيد ليفل. ده التوتال انرجي ماينس البيد ليفل، دي بتساوي 10. ال 10 دي هي عباره عن حاجتين، عباره عن واي بلس في سكوير اوفر 2 جي. وطالما ان احنا عندنا هنا ريكتانجل سيكشن ممكن نستفيد من الادفانتج دي ونجيب السمول كيو. السمول كيو اللي هي 450 على 30 يعني 15 متر كيوب بير سكند بير متر ران، زي ما انتم شايفين هنا دي كده سمول كيو، عباره عن كيو كبيره على البيد ويدث 30. وطبعا هنا برضو نقدر ان احنا نجيب واي كريتيكال بالمعادله السمبليفايد اللي هي سمول كيو سكوير على جي. هنا دي كيو سكوير، يعني كيو سكوير على جي تو ذا باور 1 على 3، تطلع واي كريتيكال هنا 2.84. دي كده الواي كريتيكال. الواي كريتيكال دي مهمه ليه؟ لان هو طالب مني، هو السؤال الاولاني بتاعه هنا بيقول Calculate the two possible depths in case of discharge. يعني هو هنا عايز يحسب two possible depths اللي ممكن يكونوا available في الـ channel. Two possible depths اللي هم في الـ channel دول اللي هم بيحققوا إيه؟ بيحققوا the same energy. لو أنت رسمت الـ specific energy curve، ده الـ specific energy curve أهو. ده السبيسيفيك انرجي كيرف. السبيسيفيك انرجي كيرف ده
من ضمن الخصائص بتاعته ان انا لو عندي اي فاليو، لو عندي اي فاليو للاي اقدر اطلع two possible depths. فهنا الاي اللي موجوده عندي هي كام؟ اوعى حد يقول لي 140. لا، الاي اللي عندي هي 140 ناقص 10، لان انا عندي البيد ويث مش زيرو. لو البيد ويث زيرو يبقى الاي بتساوي 140، لكن البيد ويث 130 يبقى الفاليو بتاعت الانرجي هي 140 ناقص 130. العشرة اللي طالعه دي لو خدتها وقطعت بيها الكيرف بتاع السبيسيفيك انرجي هيدينا اتنين فاليوز واي 1 وواي 2. واي 1 اللي هي اللي تحت، واي 2 اللي هي الكبيره. واي 1 اللي هي الكبيره، واي 2 اللي هي الصغيره، عادي مش مشكله. يبقى التو فاليوز دول اجيبهم ازاي؟ وطبعا التو فاليوز دول واحده منهم بتحقق لي سوبر كريتيكال وواحده منهم بتحقق لي سب كريتيكال. ده طبعا الكلام ده انتوا عارفينه. العاليه الكبيره هي اللي بتديني السب كريتيكال، والمنخفضه هي اللي بتديني السوبر كريتيكال. فاذا الرسمه اللي موجوده دي كده، الرسمه دي بتديني ان انا في عندي تو بوسيبل ديبثز، عمق صغير وعمق كبير. الاثنين دول بيحققوا لي توتال انرجي 140. يعني شوف ال 140 هنا فوق وتحت هنا في 130. يبقى العشرة دول كلهم ممكن يدوني اتنين ووتر ديبث. طيب الاتنين ووتر ديبث دول ممكن يبانوا كمان على كيرف تاني مشهور اسمه السبيسيفيك ديسشارج كيرف. زي ما كانوا بيبانوا هنا على السبيسيفيك انرجي كيرف، ممكن يبانوا كمان على السبيسيفيك ديسشارج كيرف. وبرضو ده انتوا اتعلمتوا ترسموه. السبيسيفيك ديسشارج كيرف كمان ممكن اشوف الالترنيت ديبثز بتوعه، ان انا اخد الفاليو بتاعت السمول كيو، الفاليو بتاعت السمول كيو اهي فيرتيكال اللي هي كام؟ اللي هي 15، اللي هي 450 على 30. دي هتديني 15 متر مكعب في الثانيه لكل متر طولي. الفاليو دي بتقطع الكيرف في نقطتين، النقطة اللي هي السفلية تديني سوبر كريتيكال، والنقطة العلوية تديني سب كريتيكال. وطبعا الكيرف ده كله هو بيترسم لقيمة ثابتة من الانرجي. اذا دلوقتي مطلوب مني ان انا اعمل استيميشن للتو بوسيبل ووتر ديبثز بتوع الالترنيت ديبثز. لغاية دلوقتي انا لسه ما اعرفش فيه جامب ولا لا، لسه ما اعرفش فيه جامب ولا لا. في تو بوسيبل ووتر ديبثز عايز احسبه. فزي ما انتم شايفين اهوت، خد المعادله بتاعت الانرجي وعمل سبستيتيوت فيها. المعادله بتاعت الانرجي اهي، ادي المعادله بتاعت الانرجي، بيعمل سبستيتيوت فيها وبيشوف ازاي يطلع التو الترنيت ديبثز. الاي بتساوي y plus q square small q square over 2gy. طبعا ال e دي بال y1 او بال y2 تدينا the same value زي ما احنا شفناها على الكيرف. فهو بياخدها هنا اهوت مره بال y1، يعني بيخلي الايكويشن دي function في y1، ال e موجوده، ال small q موجوده، وبيكون الانون الوحيد هنا هو y1. وبياخد نفس الايكويشن دي، الاي موجوده والسمول كيو موجوده، بس بيسمي الواي واي 2. يبقى هنا الايكويشن از ا فانكشن اوف واي 1، وهنا الايكويشن از ا فانكشن اوف واي 2. وبيعمل ترايل اند ايرور. الترايل هنا ازاي بقى؟ الترايل هنا الواي 1 لو هي بتاعت السب كريتيكال يبقى لازم تكون اكبر من الواي كريتيكال، واكيد طبعا بتكون اصغر من الاي. يبقى هنا الترايل بتاعتي ايه؟ بفاليوز اكبر من الواي كريتيكال. انا حاسب اوريدي الواي كريتيكال ايه،
عشان كده حساب الواي كريتيكال هنا مهم، لانه واحده من الفاليوز دي اكبر من الواي كريتيكال والثانيه اصغر من الواي كريتيكال، فالفاليو اللي هي اكبر من الواي كريتيكال اهي هتكون اكبر من الواي كريتيكال واصغر من الاي نفسها باي ترايل اند ايرور. طلع الواي 1 9.88 دي بتاعت السوبر كريتيكال. بتاعت السب كريتيكال، بتاعت السب كريتيكال الواي 2 اصغر من الواي كريتيكال، فهيعمل ترايل هنا بفاليو اصغر من الاثنين و84 من 100، والترايل دي هتوصله لانه الواي 2 بتساوي 1.14. يبقى هو هنا هو طلع 1.14 دي اصغر من الواي كريتيكال، يبقى دي سوبر كريتيكال فلو، وطلع الواي 1 9.88 للكيس بتاعت السب كريتيكال. كده دلوقتي هو جاوب على اول سؤال اللي هما التو بوسيبل ووتر ديبث، واحده للسب كريتيكال اكبر من الواي كريتيكال والثانيه اصغر من الواي كريتيكال وهي بتحقق السوبر كريتيكال فلو. لغايه كده في اي استفسار؟ حد مش فاهم الكلام اللي انا عملته؟ في حد عنده أي استفسار يا شباب؟ طيب يبقى دلوقتي احنا هنكمل المسألة. هو هنا بيقول بقى ايه؟ if a hydraulic jump occur. طبعا الهيدروليك جامب ممكن يحصل ازاي؟ ممكن يحصل هيدروليك جامب لو عندنا الواي اللي موجودة هي الواي الصغيرة. فهو طالب مني هنا ان انا احسب في هذه الحالة الووتر ديبس في نهاية الجامب والاليفيجن بتاعته. If a hydraulic jump is formed, then the initial depth will be 1.14 اللي هو الرقم ده. يبقى ده هو العمق اللي ممكن يكون موجود لو حصل hydraulic jump. ساعتها بيكون ده الواي 1. ساعتها بيكون ده الواي 1. طيب عشان انا اجيب الواي 2 قدام مني في 2 options. الاوبشن الاولاني انا عندي ان هو الواي 1 موجوده وعندي الكيو ادي الواي 1 وادي الواي وادي الكيو، ممكن اطبق الايكويشن دي واجيب الواي 2. يعني في عندنا الاوبشن الاولاني ان انا باي جيفن واي 1 يو كان استيميت y2 من الايكويشن دي لان السمول كيو معروف. طيب الاوبشن الثاني، الاوبشن الثاني هنا ان انا اطبق هذه المعادله لان انا عندي الواي 1 موجوده وعندي اقدر اعمل استيميشن للفراود نمبر 1، فاذا عملت الكلام ده اقدر اجيب الواي 2. فهنا هو خد الايكويشن اللي هي فيها دي، طبعا هنا فيها ميستيك، دي فراود نمبر، دي غلط، دي فراود نمبر 1 سكوير،
يبقى هنا هو خد الايكويشن دي وهيعمل فيها استيميشن، وهنعمل تصحيح هنا انه اللي سمول كيو دي هي فراود نمبر 1 سكوير. فاذا اذا دلوقتي انا عايز احسب فراود نمبر 1. فراود نمبر 1 عشان احسبها لازم احسب الفي اللي هي الكيو على الاريا، وبعدين فراود نمبر هي عباره عن الفي على روت جي واي اتش، والواي اتش هنا طبعا عشان ده ريكتانجل سيكشن فبيبقى هي الواي نفسها. يبقى هنا الفراود نمبر هو عباره عن الفاليو دي، تطلع اولموست 3.9. يبقى اذا اقدر ان انا استخدم المعادله بمعلوميه الفراود نمبر 1 والواي 1 اقدر اطلع الواي 2. ادي الايكويشن اللي بيطلع منها الواي 2. طبعا واي 2 هنا باي ترايل برضو، لا مش باي ترايل، هنا المعادله هتطلع الواي 2 مباشره، الواي 2 هنا مباشره، فبتطلع الواي 2 5.8. تطلع الواي 2 5.8 زي ما انتم شايفين اهو. ادي البيد ويدث على ليفل 130، وادي الواي الصغيره اللي احنا خدناها اللي هي 1.14 وعملنا بيها استيميشن للهيدروليك جامب زي ما انتم شايفين اهو. الهيدروليك جامب هيبدا يحصل من الواي الصغيره دي، دي الواي الصغيره، وهيبدا يعمل الدوامه بتاعته وهيوصلني في الاخر الى الواي 2. الواي 2 تطلع بكام؟ 5.8. ال 5.8 دي من الليفل بتاع البيد تدينا التوتال انرجي هنا قيمته قد ايه؟ تبقى هي عباره عن البيد ليفل بلس الواي، ده الاليفيجن بتاع الهيدروليك جامب، يعني ده الاليفيجن كده بتاع الهيدروليك جامب بس. ده الاليفيجن بتاع الهيدروليك جامب بس اللي هو 130 زائد 5.8. طيب فين الالفيجن بتاع الانرجي؟ لازم اضيف عليه بقى الفي سكوير اوفر 2 جي الحته الصغيره دي، فبجيب الفي 2 بمعلوميه الواي 2 ده الكيلو على الاير، والفي 2 سكوير اوفر 2 جي، واجمع الاثنين دول، اجمع الفي سكوير على الرقم ده مباشره، يبقى هنا الفي سكوير اوفر 2 جي الفاليو دي بلس اللي طلع لي قبل كده اللي هو 135.8. يبقى انا عندي هنا التوتال انرجي الفاليو بتاعته تطلع 136.14، وضروري ان انا هنا استعين بسكتش برضو يوضح الكلام ده. زي ما انتم شايفين اهو السكتش ده بيوضح لي هنا انه في توتال انرجي لاين كان الليفل بتاعه 140، ده اللي هو الليفل القديم، وبعدين نتيجة الهيدروليك جامب وصلت إلى ليفل هنا 136.14 نتيجة إن حصل هيدروليك جامب وحصل لوسس. في حد عنده أي استفسار يا شباب؟ حد عنده أي استفسار؟ لو سمحت يا دكتور، هل حالة السب كريتيكال فلو بيحصل فيها الهيدروليك جامب دي ولا هي في الصورة؟ احنا يعني عشان ارد على سؤالك دوت برجعك تاني للمحاضرة بتاعت امبارح. المحاضرة بتاعت امبارح بتقول انه الهيدروليك جامب هو ظاهرة بتحصل نتيجة حركة الفلو من السوبر كريتيكال الى السب كريتيكال. اذا الهيدروليك جامب مش هتحصل الا اذا كان في فلو سب كريتيكال سوبر كريتيكال. لازم يكون في فلو سوبر كريتيكال
وبعدين عاوز يرجع للوضع الطبيعي بتاعه. الوضع السائد في التشانل هو السب كريتيكال. لازم احنا نبقى فاهمين الوضع السائد اللي هو الوضع المريح في التشانل ان يكون الفلو ده سب كريتيكال. طيب بيحصل ظروف معينه ويتحول الفلو ده زي ما اتفقنا الى سوبر كريتيكال، فالفلو مش ناسي ان هو له وضع طبيعي بيستريح عليه عايز يرجع له. عشان يحصل هذا التحول من السوبر كريتيكال اللي هو الوضع الغير طبيعي الى الوضع الطبيعي اللي هو السب كريتيكال يحصل هيدروليك جامب. فاذا ضروري يكون في سوبر كريتيكال فلو عشان يحصل هيدروليك جامب. اي سؤال تاني؟ طبعا المساله دي هي كانت تطبيق على ريكتانجل سيكشن، عشان ما ننساش هنا احنا كل شغلنا هنا كان على ريكتانجل سيكشن. طيب لو كان المساله دي ما هياش ريكتانجل سيكشن كان كل اللي انا هعمله بس ان انا اخد بالي من المعادلات اللي انا طبقتها عشان تبقى ملائمه للنون ريكتانجل سيكشن. يعني النون ريكتانجل سيكشن مفيش حاجه اسمها سمول كيو، سمول كيو دي مش موجود. واي كريتيكال ما ينفعش استخدم المعادله دي. فهنشوف دلوقتي مساله على الترابيزويد سيكشن. بروبلم نمبر 2 بيقول الترابيزويدال سيكشن او تشانل اوف بيد ويدث 10 والسايد سلوب 1 ل1 يعني زد بتساوي 1 conveys a discharge of 100 meter cube per second. الباسنج ديسشارج كله 100 متر مكعب في الثانيه. The water depth is 1.5 meter. Determine. أول حاجة مطلوبة is it possible for a hydraulic jump to take place؟ بيسأل هل ممكن إن يحصل إنه hydraulic jump يحصل؟ السؤال الثاني بيقول the sequent depth، يعني عايزني أحسب the sequent depth وعايزني أحسب the energy dissipated in hydraulic jump. واخر حاجه the relative loss او relative sequent depth the length of jump and the efficiency. كل الحاجات دي مطلوبه، وطبعا هنا take into consideration انه اللي channel دي trapezoid section، اللي channel دي ايه trapezoid section مش rectangle section. فهنبدأ الحل ازاي؟ احنا دلوقتي اول سؤال ده عشان نجاوب على السؤال ده بيقول Is it possible for hydraulic jump to take place؟ اجاوب على السؤال ده ازاي؟ يعني حد ممكن يساعدني في المسألة دي؟ اجاوب على السؤال ده ازاي؟ احسب الواي كريتيكال؟ ممكن احسب الواي كريتيكال وبعدين؟ وهشوف لو تصرف قصدي الفلو ده سوبر كريتيكال هيحصل هيدروليك جامب، لو سب كريتيكال مش هيحصل. تمام، يعني انا لما اجيب الواي كريتيكال اقارنها بايه؟ اقارنها بالواحد ونص. اوكي، ده اسلوب حل سليم ان انا اجيب الواي كريتيكال واقارنها بالواي اللي موجوده. لو الواي اللي موجوده اصغر من الواي كريتيكال يبقى ده سوبر كريتيكال فلو، يبقى ممكن يحصل هيدروليك جامب. او حد يقول لي ايه، طيب انا احسب الفراود نمبر على طول. لو حسب فراود نمبر وطلع اكبر من ال1 يبقى سوبر كريتيكال فلو، يبقى ممكن يحصل هيدروليك جامب. يعني قدامك الحل ده وقدامك الحل ده، بس فكره ان انت لما تحسب الهيدروليك جامب لما تحسب الواي كريتيكال الباشمهندس اللي كان بيقول هنبدا بحساب الواي كريتيكال، لما تيجي تحسب الواي كريتيكال هتستخدم انهي معادله؟ استخدم معادلة اللي هي كيو سكوير على دي بيساوي ايه اس 3 على التي. الله يفتح عليك، الكلام ده سليم. يبقى هنا بس ما يعني ما ننساش ان احنا في عندنا معادلة لحساب الواي كريتيكال في الجنرال فورم، وما استخدمش المعادلة بتاعت الواي كريتيكال اللي هي فيها سمول كيو سكوير على جي. خلاص، فهنشوف هنا الحل بتاع المسألة هنا هو ماشي ازاي. جاب الاي 1 الـ A1 من الـ equation Y،
تايمز بي بلس واي الاي 1 وجاب البي اللي هي الكيو على الاريا وجاب التي اللي هي التوب ويدث بي بلس 2 زد في واي وزد هنا بواحد وطبق جاب الواي اتش الواي اتش اللي هي الاي على التوب ويدث الاي على التوب ويدث وبعدين حسب فراود نمبر فراود نمبر هنا طلعت ايه طلعت اكبر من ال1 طبعا الحل ده ممكن يبدو لبعض منكم انه هو اسهل لانه المعادله بتاعت الواي كريتيكال هتحتاج ترايل اند ايرور فممكن منكم حد يجيب الواي كريتيكال من المعادله العامه بس هتاخد منه شويه وقت فممكن حد تاني يقول ايه طب انا بدل ما اتعب نفسي واعمل ترايل اند ايرور ما انا اجيب فراود نمبر على طول وقارنها بال1 وده اللي حصل هنا في السوليوشن بتاع المحاضرات بتاعتي ان احنا جبنا الفراود نمبر مباشره وقارناها بال1 طلعت سوبر كريتيكال فلو يبقى ادي اول اجابه ادي اول سؤال اقدر اجاوب عليه هيدروليك جامب مي بي اوكي تو جيت ذا سيكوانت ديبث عشان احسب السيكوانت ديبث واي 2 هرجع للمعادله العامه وهنا بس الخط الاحمر اللي تخلي بالك منه ان انت تطبق معادلات الريكتانجل سيكشن بطريقه الخطا لازم هنا ارجع للمعادله العامه المعادله العامه اللي هي بي 1 بلس ام 1 بتساوي بي 2 بلس ام 2 وهنا لما نيجي نحسب البي اللي هي القانون بتاعها ان انا بجيب باخد الاريا تايمز الواي بار اللي هي مركز المساحه مقاسا من سطح الماي الاريا مساحه الترابيزويد والواي بار هي المسافه اللي هي مقاسه من السنتر بتاع الترابيزويد لغايه سطح الماي مضروب في جاما مشكلتي هنا ان المسافه المقاسه من السنتر بتاع الترابيزويد لغايه سطح الميه مش معروفه فبضطر ان انا اقسم الى مستطيل ومثلثين ادي المستطيل يبقى هنا المستطيل اللي هو بي واي 1 في واي 1 على 2 والمثلث اللي هو نص مساحه مثلثين في واي 1 على 3 اذا اللي حصل هنا هو ان انا بجيب البي عشان اجيب البي 1 عشان اجيب البي 1 وزي ما انتم شايفين اهو بيعوض بالفاليوز بتاعه الواي 1 طيب الام 1 الام 1 سهله الام 1 اللي هي رو يعني جمع على جي في كيو في الفي وكل حاجه هنا معروفه ممكن اعوض على طول بجمع ب1 وممكن اخليها وتضيع في الترابيز ادي ام 1 طيب البي 2 البي 2 هي نفس الايه نفس الايكويشن بس بدل مكان في واي 1 هتبقى واي 2 وواي 2 هنا هي انون واي 2 هنا ايه هي انون لان انا هنا عندي الواي 1 وبجيب الواي 2 وما اقدرش استخدم المعادله السهله بتاعه الريكتانجل فبيكون هنا اهوت الانون بتاعي هو y2 موجوده في البي 2 وكمان الواي 2 موجوده فين موجوده في الام 2 الام 2 اللي هي جمع على جي في الكيو على في الكيو في الفي الكيو في الفي ممكن تبقى كانها كيو سكوير على الاير
فبيبقى عندي هنا الـ M2 function في Y2 والـ P2 function في Y2. فلو جمعت الاثنين دول يطلع لك هنا هذه المعادلة. المعادلة دي function في Y2، وزي ما انتم شايفين هنا هوت هنحلها by trial and error. هنحلها by trial and error. وانا بعمل trial and error ممكن برضو يكون لو انا عندي الواي كريتيكال موجودة يبقى افضل، لانه الواي 2 دي هتكون اكبر من الواي كريتيكال. الواي 2 دي هتكون اكبر من الواي كريتيكال، لان انا بدأت بالسوبر كريتيكال اللي هو تحت الكريتيكال وطلعت فوق الكريتيكال، فالواي 2 دي هنا هتكون اكبر من الواي كريتيكال. باي ترايل اند ايرور بتطلع الواي 2 2.637. اقدر اجيب الاريا بتاعتها، واقدر اجيب الفي، واقدر اجيب الفي سكوير اوفر 2 جي، واقدر اجيب التوتال انرجي بتاعتها. يبقى هنا هو جاست ان انا جبت الواي 2 خلاص بقى عندي كل حاجه موجود، اقدر احسبها بسهوله الاريا والفي والفي سكوير اوفر 2 جي، وعندي المعادله بتاعه الهيد لوس اهي. هذه المعادله بتاعه الهيد لوس في الفورم بتاعتها الجنرال، لانه الفورم اللي هي سمبليفايد ما ينفعش استخدمها الا بس في الريكتانج. فانا برجع للمعادله الجنرال الـ E1 اللي هي Y plus Y1 plus V1 square over 2G، والـ E2 اللي هي Y2 plus V2 square over 2G. هنا الـ Head Loss بيطلع الفرق في الـ Energy طبعاً، زي ما انتم شايفين الفاليو بتاعته مش كبيره 0.117. الفاليو دي لو انا عايز اجيب منها الباور الانرجي ديسيبيتد ثرو ذا جامب، باخد الجامعه في الكيو في الاتش ال، الرقم اللي طلع دوت بضربه في جاما في كيو وبقسم على 75، والجاما هنا بتبقى اليونت بتاعتها كيلو جرام بير متر كيو، بيطلع عندي هنا بالهورس باور. يبقى هنا الانرجي ديسيبيتد قد ايه؟ 156 هورس باور. طيب الريلاتيف لوس قد ايه؟ الريلاتيف لوس هنا اللي هي الهيد لوس على الانرجي الاساسيه. الهيد لوس اللي هو الـ 0.117 على الانرجي الاساسيه اللي هي 3.213. يطلع ممكن دي تبقى برسنتج، وممكن تسيبها زي ما هي. طيب الريلاتيف سيكوانت ديبث، الريلاتيف سيكوانت ديبث هو الواي 2 على الاي 1. طيب اللينث اوف ذا جامب، اللينث اوف ذا جامب هو 5 تايمز الهايت اللي هو واي 2 ماينس واي 1. ما عندناش غير المعادله دي، في معادلات ثانيه كثيره موجوده في الليتريتشر لكن دي اللي احنا بنستخدمها. الافيشنسي، الافيشنسي هي عباره عن الريشيو ما بين الاي 2 على الاي 1. دي كده بروبلم نقدر نقول ان هي مختلفه عن البروبلم الاولانيه، لانها بتتكلم على ترابيزويد سيكشن. يبقى احنا كده اتدربنا على مساله في حالة الريكتانجل سيكشن ومسألة في حالة الترابيزويد سيكشن. في أي سؤال في الكلام اللي أنا قلته؟ لا تمام، شكرا. الشباب اللي موجودين معايا صحصحين؟ ايوه معاك يا دكتور، اتفضل. ال 2
البروبلمز اللي انا حليتهم من اللي موجودين في الليكتشر نوتس اللي هي موجوده معاكم. مساله كانت على الريكتانجل سيكشن، والمساله الثانيه دي كانت على الترابيزويد سيكشن. وهي مساله الترابيزويد سيكشن الحقيقه عايزه حذر شديد جدا، لانه مع الوقت بيبقى المعادلات بتاعه الريكتانجل سيكشن سهله، وتقريبا معظمكم بتحفظوها لان بيبقى ليها استخدام اكتر. فارجو ان احنا نكون حريصين وفاهمين انه هذه المعادلات، ودايما برجع للي انا عملته في البنت براش هنا، حطيت لكم براويز عشان ما ننساش المعادلات بتاعه الريكتانجل سيكشن ما ينفعش اطبقها في حاله الترابيزويد سيكشن. فاحنا كده خدنا مسالتين، مساله على الريكتانجل ومساله على الترابيزويد سيكشن، ومشينا فيها ستيب باي ستيب. ممكن نتناقش مع بعض، وعايز بقى حد يقول لي هنا الفكره بتاعت المساله دي على السريع، هي اخر مساله هنتكلم فيها النهارده. حد يقرا لي المساله دي؟ عايز حد يساعدني؟ يا شباب. دكتور حضرتك امبارح المحاضرة فصلت عندي من حوالي نص ساعة كده، يعني ما كملتش معاك، ما عرفتش ادخل تاني، فمش عارف اكمل. ان شاء الله النهاردة هنزل اللينك بتاع الفيديوهات اللي هي انا دلوقتي امبارح والنهاردة مسجلها. بس انا عايز نتناقش مع بعض هنا، يعني حد بس يقرا لي حتى المسألة، يعني عايز احس كده ان انتم معايا. تمام ماشي، ممكن اتفضل. Water flows below a slice gate in a rectangular channel. Sluice gate. انا sluice gate اللي هو الجيت دي. بابا. دواب. اتفضل. يعني خد اديني بس كده الخطوط العريضه اللي تشانل دي عرضها قد ايه؟ 6 متر. يبقى انا عندي تشانل ريكتانجل عرضها 6 متر وفيها هيدروليك جام، الكونجكت ديبثس بتاعته ايه؟ ها؟ متر ونص و3 متر. دول اللي هم يمثلوا ايه بالنسبه للجامب؟ اللي هي اللي تحت البوابة، العمق اللي تحت البوابة، وبعد الهيدروليك جنب، يعني يمثلوا واي واحد وواي اتنين كده. على طول لازم ان احنا نحاول ان احنا يعني نطلع من الداتا اللي جيفن دي حاجات تكون على طول تساعد في الحل. دي كده معناها واي 1 وواي 2 مباشرة، واخد بالك انت؟ ولو هو مش راسم لك الرسمة دي ممكن يطلبها منك في الامتحان. الرسمه دي بتديني شكل، ادي السلوس جيت اهو، شوف هنا عندي ادي السلوس جيت اهي، دي كده البوابه. الفلو اللي بيعدي منها من تحتها في امكانيه كبيره انه يحصل هيدروليك جامب، لان دايما بيكون العمق صغير وبعدين الفلو بيرجع لوضعه الطبيعي، الوضع الطبيعي اللي هو ده. وبعد البوابة تقريبا الوضع الطبيعي ده برضه بيبقى هو تقريبا هو هو. فشوف عشان يحصل انه يتحرك الفلو من تحت البوابة ويوصل للوضع الطبيعي بتاعه، فهنا بيبقى في تحول احتمال كبير من السوبر كريتيكال الى السب كريتيكال اللي هو الوضع الطبيعي. فهو هنا عطاني الواي 1 بواحد ونص، والواي 2 الواي 2 بثلاثة. أول سؤال مطلوب مني find the rate. أول سؤال مطلوب مني find the rate of flow. عايز الـ Q والـ head loss through the jump and the depth upstream the gate. عايز الـ YU دي. وبعدين هنا خد بالك assuming ها
no loss to occur between the upstream side and the beginning of the jump. الجزئية دي مهمة جدا ان انا اعمل اسيوم ان مفيش losses ما بين الابستريم وبداية الجامب. لكن محدش يقول لي ان انا اهمل اللوسز في الجامب نفسها، ان انا ممكن اهمل اللوسز ما بين بداية ما بين الفلو في الابستريم ده والفلو ده. يعني اقدر اهمل الفقد في الطاقة ما بين الواي يو والواي وان، ده ممكن اهمل الفقد في الطاقة دي. يعني ممكن اقول الاي بتاعه البدايه تساوي الاي بتاعه البدايه بتاعه الجامب، الاي بتاعه قبل البوابه تساوي الاي بتاعه بدايه الجامب. لكن ما ينفعش اقول ان الطاقه بتاعه بدايه الجامب تساوي الطاقه بتاعه نهايه الجامب. ليه؟ لان دي لوسز ما نقدرش نهمل. فمساله زي كده اول حاجه تاخد بالك منها ان احنا بنتكلم على ريكتانجل سيكشن، فدي ادفانتج كبيره قوي ما تضيعهاش منها. ادفانتج مهمه جدا ممكن على طول تستفيد منها عشان تحل المساله. ريكتانجل سيكشن يبقى انا وعندي الواي 1 وعندي الواي 2، يبقى المعادلات اللي موجوده قدام مني دي اقدر استفيد منها ولا لا؟ فين المعادله اللي ممكن استخدمها مباشره واطلع يعني النتيجه سريعه جدا؟ ها y1 given و y2 given. مش سهل على طول ان انا استخدم معادله السمول كيو لان ده ريكتانجل سيكشن. ادي حل سريع جدا اهو ان انا استخدم معادله زي دي واجيب الباسنج ديستشارج. الباسنج ديستشارج ده هيبقى اليونت ديستشارج. استخدمت المعادله ليه؟ لانه ريكتانجل سيكشن والمعادله دي فيها y1 given وفيها y2 given. خلاص دي اسهل حاجه على طول. فهو هنا واضح هتلاقيه بدا بهذا الكلام وكمان طلع الواي كريتيكال. يعني مش بس استخدم المعادله دي زي ما انتم شايفين كده هو اهي، يعني شوف كده ده الجزء اللي انا كنت لسه بكلمكم عليه اللي هو في البينت براش، ان انا اطلع السمول كيو ده كمان هنا هو ايه خد الواي كريتيكال كمان معاه. يعني هنا اقدر اجيب السمول كيو مباشره واقدر اجيب كواي كريتيكال لو انا عايز. فهو هنا جاب الباسنج ديستشارج سمول كيو وضربه في العرض بتاع التشانل، طلع الباسنج ديستشارج كله اللي هو الكابيتال كيو. ويقدر كمان يجيب الهيد لوس زي ما انتم شايفين اهو، لانه المعادله بتاعت الهيد لوس دي اقدر استخدمها كمان هي فانكشن في واي 1 واي 2. فريكتانجل سيكشن سهل في التعامل معه. لغايه كده احنا جبنا الباسنج ديستشارج وممكن كمان نجيب الواي كريتيكال وممكن نجيب الهيد لوس. طيب ازاي اجيب الواي يو؟ الواي يو دي اللي هي ايه؟ اللي هي في البدايه هنا. الواي يو دي اجيبها ازاي؟ الواي يو. الواي يو دي عشان اجيبها لازم اطبق معادله الانرجي ما بين قبل البوابه واول الجامب. قبل البوابه واول الجامب. اول البوابه يعني y يو بلس ال v سكوير اوفر 2 g. وبدايه الجامب اللي هي ال y1 بتاعه الجامب بلس v سكوير اوفر 2 g. فهنا هيكون الانون الوحيد هو ال y يو لانه ال y1 given. فأقدر أجيب هنا الـ YU، وطبعاً الـ YU دي لازم وأنت بتعمل ترايل فيها بتكون فاليو كبيرة، بتكون فاليو كبيرة قريبة من الـ Y اللي أنت حسبتها بتاعت الجامب. يعني شوف الـ Value اللي أنت هتعمل بيها ترايل هنا اهوت لازم تكون كبيرة وقريبة من الـ Value دي، قريبة من الـ Value دي، لأن هي المفروض إنها بترجع للـ Value دي. لكن احنا بنقول ان هي تبقى قريبه منها، ففعلا طلعت 3.29. في كمان ملحوظه مهمه، هو الواي يو والواي 1 ممكن نسميهم ايه؟
الواي يو والواي 1 ممكن نسميهم alternate depths. طيب الواي 1 والواي 2 دول بقى نسميهم ايه؟ conjugate depths. فبرضو هنا ممكن قوي ان انت يعني في المسألة دي انت هنا بتتدرب على الـ 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 الفهم يعني معنى الالترنيت ديبثز ومعنى الكونجيجيت ديبثز. الالترنيت ديبثز اللي هم العمقين اللي احنا اهملنا فيهم فقد الطاقة. الكونجيجيت ديبثز هم العمقين اللي احنا ما اهملناش فيهم الفقد في الطاقة وهم دول العمقين بتوع الهيدروليك جامب. في اي سؤال يا شباب؟ حد عنده اي استفسار؟ مين اللي رفع ايده؟ اتفضل. ده دي من زمان ده. طيب دلوقتي يعني لو ما فيش اي استفسار احنا كده اتدربنا على ثلاث مسائل من المسائل اللي هي مهمة في الهيدروليك جامب. ثلاث مسائل دول موجودين في الكتاب ونقدر ان احنا نراجعهم في البيت براحتنا بهدوء. الشابتر زي ما اتفقنا موجود معاكم والمحاضرات بتاعت امبارح والنهارده المتسجلين هنعمل لهم شير عشان اي حد ما دخلش ان شاء الله يقدر يراجعه. فلو ما فيش اي اسئله انا بشكركم شكرا جزيلا. لو في اي اسئله انا معاكم للاجابه على اي سؤال. شكرا لحضرتك. شكرا يا شباب. شكرا جزيلا. صباحكم فل ان شاء الله ربنا ييسر لكم الامور وخلي بالكم على نفسكم ويعني الاحتياطات الاحترازيه ما ننساهاش لو سمحتوا. الكمامات والتباعد وربنا يكفيكم جميعا شر كل مكروه. السلام عليكم. الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني لما نداوم هيبقى المحاضرات في المدرج ولا اونلاين برضه؟ احنا الاسبوع اللي جاي لسه اونلاين لانه الموضوع بتاع الكورونا بصراحه منتشر جدا يا شباب والواحد كل يوم بياخد صدمات ويسمع اخبار مش حلوه. فلسه الاسبوع دوت هنشتغل اونلاين. ده بالنسبه للهيدروليك بس ولا الكليه كلها اونلاين الاسبوع الجاي؟ مش عارف. انا يعني اليومين دول الكورونا منتشره والتجمعات خطر جدا. انا بتكلم على الهيدروليكس. مش انتوا كنتوا شغالين قبل الميد تيرم كل اونلاين مع دكتور مجدي؟ دكتور مجدي اشتغل اونلاين انما دكتور زكريا كان عادي يشتغل في المدرج. ايوه كنا لسه في بدايه الموسم وكانت الدنيا لسه ما بنسمعش الاخبار الكبيره والاعداد الكبيره دي. ف يعني ربنا يسترها ان شاء الله ونقدر ان احنا نروح الكليه بعد كده باطمئنان يعني يبقى احنا رايحين ومطمئنين. فخلينا ان شاء الله الاسبوع ده كمان ناخد اونلاين وبعدين نشوف ايه اللي هيحصل. تمام يا دكتور. خلاص شكرا جزيلا يا شباب. عفوا دكتور. مع السلامه.